سميه ابن عمي. عفيفة، شو هذا اللي جايبتي؟ السكبة من عند الجيرة. لك أنا ما فهمتك مليون مرة، ما بتاخدي سكبة من عند حدا؟ لك شو فيها يا حسن؟ والله العظيم الموضوع كتير عادي، يعني من طول عمرهم الجيران بيستفقدوا جيرانهم بسكبة أكل، ليش معصب؟ بعرف إن الموضوع عادي، وبعرف إنه الجيران بيستفقدوا بعضهم عادي، ما في مشكلة. هذا الحكي مزبوط لما الصحن بفوت معبى وبيرجع معبى، ولما بفوت لعنا معبى بيرجع فاضي، عيب. أنا أكثر شيء بحبه فيكي هو اسمك عفيفة. خليكي مثل ما بعرفك، خليكي مثل ما بعرفك، ولا تحطيها واطية إلا لرب العالمين. بس الجوع كافر يا حسن، إذا أنت عندك القدرة إنه تتحمل أنا ما عندي. والمعنى؟ يا بتأمن لي أكل وشرب وحياة كريمة، يا أم تفضلي اختي، ان شاء الله الف صحة. مرحبا عمي حسان. اهلا يا لمعي، شلون الحياة؟ شلون خضرتك اليوم؟ باذن الله على كيفك. على كيفك، معناتها ليك اسمع، الباشا بده يشوفك اليوم، لا تأخر عليه. ايه على راسي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تعال يا حسان، تعال شاركنا بكاسة شاي. لك بدي افهم، ليش مجافينا وحارمنا قعدتك الحلوة؟ لأنه بصراحة ما معي حق كاسة الشاي. لا يا حسن، ليش مين طالبك فيها؟ هاي ضيافة مني ولو؟ أنا من يوم يومي ما بحب الضيافة، ما بتنزل بحلقي، ما بتكوت على معدتي. طيب بدي أسألك سؤال. تفضل. إذا استحليت تفاحة أو حبة بندورة من عندك راح تزينا وتاخذ حقها؟ يا باطل عليك يا ابو خالد، البسطة كلها حسابك. ها؟ وكاسة الشاي من قهوتي نفس الشيء، فليش بتحلل لحالك وبتحرم على غيرك؟ لا، هي غير هي، لأنه أنت معك حق البسطة تبعي، بس أنا ما معي حق كاسة الشاي تبعك. لك نحن أخوة يا حسن. والله أخوة وعلى عيني وعلى راسي، أهل حارتي صرتوا تعرفوني، اتركوني بحالي، أنا هيك أعلي. لا حول ولا قوة إلا بالله. حسن أفندي، سمعت إنه عندك بسطة بنص الحارة عم تدر لك أرباح كتير كتير، وهالأرباح يا حسن عليها ضرائب، وحضرتك ما عم تدفع شيء. لأنه ما عندي قدرة أدفع لك ضرائب يا باشا. مظبوط، أنا عندي خضرة بنص الحارة، بس أرباح الخضرة يا دوب عم يطلعوا لي أكل وشرب إلي ولمرتي ولأولادي، وأنا أساساً هاي البضاعة كلها أخذها بالدين، يعني مصاري ما معي يدفع منوب. مازالك ما معك تدفع، ليش رافع مناخيرك للسماء؟ ليش ما عم تقبل مساعدة من الناس؟ هلا عزة النفس والترفع عن الطلب من العباد صار اسمه رفع مناخير وشوفة حال؟ هلا إمني من هالكلام الطنان الرنان يلي ما بيطعم يخبز. عليك ضرائب بدك تدفع، وأنا رأفة بحالة خففت لك نسبة الضرائب، ومن هون لشهر إذا ما بتدفع يلي عليك من الضرائب بتقيم البسطة من الحارة. إيه بتقيم البسطة من الحارة. أمرك يا باشا، أمرك. ما شاء الله عليك، ما
نزيه نزيه هالشب نزيه، والله انك شاطر يا حسن. ايه سيدي اللي اذا هو مو حابب يساعد حاله شلون نحن بدنا نساعده؟ لك حسن رجال معدل وابضاي يا اخي، عنده عزه نفس مو طبيعيه، ونحن لازم نساعده مشان ما يحس بالاهانه. ما يحس بالاهانه؟ ايوه ما فهمتها، يعرب لي اياها شلون يعني؟ يعني بندفع عنه الضريبه للباشا ومنقول له للباشا ما يخبره، وهون حفرنا وهون طمرنا. حلوه الفكره، بس وينها؟ هو كثير عليه ديون للباشا، منين نجيب له المصاري؟ نعمل له لمه من عضوات الحاره، وكل مين مقتدر وبيقدر يساعد، اللي بيقدر بيساعد واللي ما بيقدر إله الله. يا عيني عليك، حلو هذا الحكي، فوت لنشرب شاي لله. يا الله. عفيفة. خلاص. نويتي تتركيني؟ ما عاد قدراني اتحمل اللي والجوع. بس يا عفيفة الصبر مفتاح الفرش، والغنى هي غنى الاخلاق والروح. غنى الروح ما عم تسكت لي وجع الجوع، والاخلاق ما عم تستر لي حاجتي قدام العالم والناس. انت عم تتخبى وراء اصبعتك يا حسن. الشاطر هو اللي بيواجه مشكلته، مو بيهرب وبيقنع حاله انه هو بخير. خليكي معي، أنا ما إلي غيرك. الأولاد اللي جوا مين بده يربيهم؟ ما قالن غير أمهم. يعني أنا من وقت ما جوزيني بتعرفي إنه أنا هيك طبعي، ما بحب آخذ شيء من حدا. يعني كيف بدي أشرح لك يا أنا كبريائي ما خرج ينجرح. كبريائك ما بتقدر إنه ينجرح. لك نحن يا حسب الفقر اللي عايشينه كبرياءنا عم ينهام باليوم ألف مرة. لك نحن لو معنا مصاري ما حدا بيقدر يهيننا ولا حدا بيقدر يزلنا. لك حتى الزمان ما بيقدر يقرب علينا. بس انت 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 عايش بجو الفقر، عم تغرق وتغرقني معك، ولسه عم تحكي عن الشرف والعفة. خلاص خلاص عفيفة، إن شاء الله اعطيني فرصة، آخر فرصة. والله العظيم لحاول غير من حالي. خلاص والله لأخلق مصاري خلقة، والله لأخلق شغل جديد. بس طولي بالك علي، لك أنا هيك عقلي صعب، عقلي صعب يعني مو بإيدي، أنا هيك الله خالقني. لك يا حسن كل العالم بتطلب مساعدة من كل العالم، بس أنت مشكلتك ما عم ترضى حدا يساعدك حتى بالتفكير. وحدي الله عفيفة، وحدي الله. ها وحياة هدول لحاول لحاول اني غير من حالي شيء. وحياة هدول عمل لي خلاص. رجعي على غرفتك، رجعي لعند اولادك روحي. خلاص لا تجي انت والزمن علي، مشان الله عمل لي. يا رب يا قادر يا كريم، رزقني من رزقك الواسع، ولا تحجني زل كرامتي لحدا. يا رب يا رب. بدا تفاح بطلنا نبيع اختي، بطلنا نبيع. شو صار له؟ شو بو؟ خير 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 خير. ليش عم تضبضب بضاعتك؟ بدك تمشي؟ ما
والله يا بلمعي بدي اروح على مكان ما في ضرائب للباشا، هي من الاخر. ليش ما بتبقى هو؟ شلون بدي ابقى هو؟ ما معي مصاري، ما معي مصاري ادفع له ضرائب، ضرائب كسرت ظهري، ما معي مصاري، ما بوفي معي، الديون غرقان فيها لفوق راسي، خليني اروح مشان الله. بس ضرائبك اندفعي. شو عم تقول يا بلمعي؟ حسن نزل ايدك. اجا مين دفع الضريبة عليك وراح، ولا تسألني مين لأنه ما بعرف. مين دفع الضرائب عني؟ عم بسألكم جاوبوني مين دفع الضرائب عني؟ لك مين دفع الضرائب؟ أنا ماني شحات، أنا ما سمعت الكل. اوعى زي هالزلمة على كلامتي، لا تحسسوني اني صغير، انا كبير ماني صغير. اوعى اوعى انت وياها، اوعى بيكم تبعوا عني، لا تخليها تبعوا عني. حسن بيكم تبعوا عني الضرائب. اهدى حسن، اهدى، ابعد عني هيك. لك يا حسن ما بصير هذا اللي عم تعمله. لك كلياتنا بنمر بظروف صعبه ونكون محتاجين. لك رب العالمين ورسوله الكريم امرونا ان نكون سند لبعض. اسمع حسن، نحن دفعنا الضرائب عنك، بس ما بدنا نقول لك لانه نحن بنعرف انه انت نفسك عزيزه وانت واحد رجال وقبضاي، بس كمان نحن نفسنا عزيزه، واي واحد بالحاره بينزنق لازم نوقف معه، مو هيك بتبهدلنا؟ سيدي انا ما بدي حدا يوقف معي، انا لازم اوقف مع حالي، ما بدي حدا يوقف معي. حسن اهدى، ما بدي اهدى. حسن الباشا بدي اشوفك، امشي معي. اخي ما بدي اشوفه للباشا. امشي خلصنا معي، امشي مشان الله. لا خلصني با، بكوني معي. امشي با، بكوني معي. امشي. اللي شفته من اهل حارتك غريب وعجيب ونادر، لك كلهم حابين يساعدوك بدون ما تعرف مين اللي ساعدك. قديش معناتها انت شريف ونزيه؟ والله يا باشا كلامك على عيني وعلى راسي، بس انا ما بطلع شيء قدام اهل حارتي. اهل حارتي احسن مني بألف مره، كل عمرهم بدهم يساعدوني وكل عمرهم بدهم يوقفوا جنبي، بس انا ما عم بقبل. انا هيك مو بس ما عم بقبل، لك عم بكسر خاطرهم كمان. بس انا هيك الله خلقني، عقلي صعب، ما بحب اخذ قرش من حدا، بحس حالي عم بستغل حاجتي قدام الناس، بس انه هذا القرش مو حقي، حق الناس عم باخده. انا هيك ما بعرف، الله خلقني هيك، عقلي صعب، عقلي صعب. ونكايا فيه كسرت رزقك قدامه وخليتهم يزعلوا منك، مو هيك؟ طيب حابب تعمل عمل تصالحهم فيه وترد لهم المعروف تبعهم؟ اي والله يا باشا يا ريت. شوف يا حسن، أنا قسمت بها الحياة قلة ثقتي بالناس. كل ما حطيت واحد على خزائن المال تبعي بحسه عم يسرقني، مو بحسه، بيكون عم يسرقني. وأنا سمعت عنك إنه أنت عفيف ونزيه وشريف، فما لقيت حدا غيرك حطه على خزائن أموالي واعطيه راتب منيح وكبير يغير له كل احواله. شو رايك؟ انا هيك ما بكون فرحتهم لاهل حارتي ولا بكون رديت لهم جماهيلهم. هي تاني اختبار بتنجح فيه. الاختبار الاول وقت ضيقت عليك بالضرائب، فضلت تترك شغلك وما تمد ايدك لحدا. الاختبار الثاني انه يتعرض عليك هالشغله هي ما ابديت ولا ردت فعل فرح. قديش انت نزيه؟ بصراحه يا باشا انا هلا ما عم فكر غير بالكسره الخاطر اللي سببتها لاهل حارتي. ما عندي هم الا رد لهم جمايلهم وبس. اذا رضا اهل حارتك بيخليك تكون مرتاح. طيب شو رايك توافق انه تستلم خزائن المال؟ بهالحالة هي ترضيه تعطيهم اللي بدهم اياه. شايفة يا عفيفة؟ هي رزقة بعت لي اياها رب العالمين من غامض علمه. قولي لي كيف؟ كيف؟
هذا يا ستي الباشا عيني امين على خزنه الحاره واعطاني دفعه من اجره الشهريه. ابن عمي اذا هي دفعه لكن قديش اجرتك؟ الباشا بيعطي اجار شهري عالي لامناء الخزنات منشان شو؟ منشان ما يسرقوه، بس كل الامناء اللي قبلي سرقوه واستفادوا منه. ايه بس انت مستحيل تعملها. اعوذ بالله، انا مستحيل طعمي ولادي من قرش حرام، انت بتعرفيني منيح. بعدين انا هدول المصاري والمنصب والاجار العالي كله مو مفرحني. انا اللي مفرحني الشيء اللي بدي اقدر اقدمه لاهل حارتي، مساعده الباشا طبعا. وشو هو الشيء تقبرني؟ بكره. بكره بتشوفي وبتسمعي الاخبار. شو ما كان الشيء اللي رح تعمله تقبرني، انا متاكده رح يكون لمصلحه اهل حارتك. يا رب. الله يقدرني ويثبتني على الشيء اللي بدي اعمله لاهل حارتي. ان شاء الله يا رب بشوف كل اهل حارتي فرحانين ومبسوطين. اقول يا رب. يا رب. يعني شغلك شو وضعه؟ الحمد لله. الحمد لله. من رضي عاش لك عمي. اي نعم اي نعم يا سيدي. ايوه. شوفوا شغلكم يا شباب. شبو حسن، ومين هدول اللي معهم؟ يستر عرضك، اتركنا منه، هلا بيطرقنا بهدلة قياما وقعودا، هيك متعود يكافئنا عمي. السلام عليكم. لهي يا قبضايات، مو الاجاويد اللي مثلكم اللي ما بيردوا السلام، ولو الله يسامحكم. انا بعرف اني غلطت معكم وبعرف اني ما قدرت ساعدكم، بس يكون بعلمكم فضلكم على رقبتي ليوم الدين، وانا ما برد المعروف بالحكي، انا برده بالفعل، لانه بالفعل بيطلع ازدق. انا جايب معي هدول الشباب من عند الباشا منشان يرمموا كل دكاكين الحاره بما فيها القهوه، وكله ببلاش. ها، ومنشان يكون بعلمكم أنا هيك ما بكون وفيت الدين، لأنه ديكم كبير ما بينرد بسهولة. أنا جبت لكم قرار من عند الباشا تخفيض نص الضرائب عليكم، الضرائب اللي كانت كاسرة ظهركم، يلي كانت تسرق تعبكم، راحت بإذن الله. منشان هيك أنا بطلب منكم قدام كل أهل الحارة، قدام كل الخلايق، منشان الله تسامحوني. سامحوني وحقكم علي. أنا من هلأ وطالع استلمت أمانة خزنة الحارة، منشان هيك بدي أعيش هاي الفرحة أنا وياكم. أنتوا أهلي، أنتوا أهلي وأنتوا أحبابي. سامحوني، سامحوني منشان الله. لك الله يحيي البطن اللي حملك، لك مسامحينك ليوم الدين. ريتو ألف مبروك، والله إنك تستاهل. الله حيو الزلم، الله حيو الرجال. شرف عمي شرف. مع أني خفضت الضرائب للنص، لاحظت إنه أموال الخزنة كل ما لا عم تزيد. شو السر يا ترى؟ السر يا باشا إنك لما خفضت الضرائب صارت الناس كلها عندها قدرة إنه تدفع، منشان هيك ما حدا عم يتهرب، الخزانة امتلت. لا، وهذا السر. السر إنه أنت ما عم تاخذ شيء. السر إنه أنت ما عم تسرق. والسر كمان إنه أنا حطيت الرجل المناسب بالمكان المناسب. بدي أسألك سؤال، ما حسيت حالك يا حسن إنه أنت مو مستفيد من هالمنصب ها؟ ما حسيت حالك إنه أنت عم تخسر؟ لا يا باشا، العفة بحياتها ما كانت خسارة. برافو عليك، لهالسبب لأحطك أمين على خزائن الحارات كلياتها، ولأعمل لك راتب أضعاف الرواتب اللي كنت عم تاخدها، لأنك بالفعل شاطر. أنت الشاطر حسن. امشي مرت عمي امشي، هلا بتكون هالمقوصة عم تساوي لي شي عمل. لك ليكون عم تغير اواعيها. انا متأكدة عم تساوي لي عمل. اسمع
عم تصلي؟ بتكون حست علينا هلا عم تصلي. تأكدتي إني ما عم أعمل لك سحر؟ بس شو بدي أقول لك؟ الله عالظالم بس. سلمون عمي. أهلين عمي. أهلين معوضين. اليوم يتغدوا ملفوف. الله يكرمك. السلام عليكم. أهلين لطفي. فوت شرب شاي. لا لا جايك بدي أحكي كلمتين ضروريات. أنا نشرب الكاسين شاي بالقهوة. إي حاضر مثل ما بدك. دير بالك على المحل وليد. أمرك معلم. روح لعندك. شرب. مرت عمي كرمال الله يا مرت عمي. بدي وصيكي وصية ضل برقبتك ليوم الدين. وقت يجيني الطلق ما بدي ايمان تفوت معي على الاوضه ابدا. لك يا بنتي بلكي فاتك يعني انا بقدر اقلعها. لك يا مرت عمي بخاف 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 تطرقني شي عيب لانها ما بتجيب اولاد. بعدين يا مرت عمي والله العظيم بخاف تعمل لي شي عمل تروحني فيه انا والولد. والله يا بنتي من هالناحيه معك حق. انت هي عينها ضيقه وبتخوف. لك اه يا رمزيه لو ابني يسمع كلمتي ويطلقها والله لجوزه ست سته. لا حول ولا قوة إلا بالله. لك يا أخي والله مو طالع بإيدي شيء. شو مو طالع بإيدك شيء؟ طالع بإيدك حلو عن مرتي. أخي أنا عجبتني مرتي. أنتوا شو بدكم بهي القصة؟ هيك الله رازقني ببركة وشها ودعائها. الحق معك الحق معك بكل شيء تقوله. بس يا أخي بس شو؟ يعني ما في دخان بلا نار. بركة حكي أمك وحرمتي كان مزبوط. يعني عدم المؤاخذة أخي. بركي حرمتك عم تغار من حرمتي وممكن تساوي هذا الشيء لأنه بتعرف النسوان بنص عقلك أخي. وأنا يعني والله ما لشاكك فيها لمرتها. بس المرة ممكن تغار من المرة الثانية لما تشوفها أنه هي عندها أولاد وهي ما عم تحسن الجين. والله ما عم بعرفك صاير حكيم نفساني وعم تعاير مرتي أنه ما بتجي أولاد. ولك يا أخي الله وكيلك ما عم عايرها. بس يعني نحن لازم نحط احتمالات. بركة كانت مرتك عم تسحر على مرتي. بدي اقول لك يا هبا. اي ما شاء الله عليك ما شاء الله. وكان ليكا من الاخر مرتي ما في منها وقلبها لالله وانا بعرفها منيح وما بتعمل كل هالقصص. بقى كيف بلاك عنا الله يخليك. لا حول ولا قوه الا بالله. لك انت من يوم يومك عنيد وما بتحب تفهم بالمرة. اخي اللي بدك يا بس لا تعصب ولا تجن علي بالمرة. ما بعرف شلون بدي ناقشك لانه ليك لطفي انا هديك المرة مرقتها واللي قبلها مرقتها. بس قسما بالله العظيم هالمرة هي ما بمرقها. ايوه وشو بدك تعمل يعني؟ بدي احط حد لامك ولمرتك وهالمرة انت بدك تسمح لي. اسمح لك ولك انا مالي عرفان شو بدي اعمل. لا تجننوني بخاطرك. شو رمزيه شو ملاقيتي لي حالك؟ تمام تمام كثير مبسوطه. خلصنا شريف بلا؟ لا ما خلصنا. شو يا الله يسمعنا الاخبار الطيبه. هالمرتي عم تعمل سحوره وماني دريان. ايه هي على السيره ما كنا نخلص منها بقى اخي. خلصنا بقى. خلص لك ابني خلص طولوا بالكم. لك ابني ما سمعتوا شو بيقول المثل؟ مركب الضراير سار ومركب السلايف حار. والله بعرف المثل اللي بيقول كرمال عين تكرم مرجع عيون. كرامة مرتي من كرامتي واللي بيدسلها على طرف بيدوس على طرف امي. لك يا اخي خلصنا بقى يلعن يستعل عيون. شبك شو صار؟ رمزية بطولك بطولك داير مش شي بالداير هلا وقتك لسك كورا وما كورا. دخيلك بطني بعدي عني. دخيلك بطني يا مرت عمي. دخيلك بطني. يا إيمان خلي أملك بالله كبير. هالعقربة إلا ما يجي عيون. والله العظيم إني بحبه وما برد له إلا الخير. بس ما بعرف ليش هي ما بتحبني. الله يقومه بالسلامة. والله أنت ما في منك. أنت جوهرة. ابن
مو لازم فوت لعنده واطمن عليها؟ شو هاد؟ قسما بالله العظيم لا بتفوتي لعنده على الأوضة ولا بتباركي لها ولا بتحكي معها ولا كلمة. بس يا ابن عمي هي شو حكي؟ أخي يعني من باب المهم مرتك لازم تفوت لعند مرتي وتبارك لها. لا معلش بلاها من الآخر، أنا اللي قلت لها لمرتي ما تفوت لعند مرتك، خليهم هيك على الطويل أريح. لك أخي شو عم تحكي أنت؟ ما بيصير هذا الحكي، نحن عايشين ببيت واحد، يعني بده يضل هذا الخلاف بيناته. مرتك بهدلتها لمرتي، يعني بكرة إذا البنت صار لها شيء مرتك عبين بتحط الحق على مرتي. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. أنا فعالي سمعت كلامك، شو بدي أساوي؟ شو بدنا نساوي؟ معلش يا أخي، الحق حق والساكت عن الحق شو؟ شيطان أخرس. أيوة الله يفرج أحسن شيء، والله ما بعرف شو بدي لك. عين خير أخي، عين خير خاطرك. والله معك، مع السلامة. علي اني ما فوت على اوضه رمزيه، بس اذا رمزيه غلطانه الصغيره شو ذنبها؟ خلص خلص رح فوت لعندهم على الاوضه واللي بده يصير يصير. ولك اخي ما كان في داعي تدفع الحساب، انا بدفعه. شو هي سفره؟ بعدين انت عندك عيله طويله عريضه ومصروف، بقى ضب ايدها. بعين الله اخي، بعين الله. علمي معلمي خير؟ شوفي علمتي بعتت لنا خبر تروح على البيت ضروري. يا لطيف، ليش شو صاير؟ ألف الحمد لله على السلامة. الله يسلمك يا رب. استغفر الله، شو عم تعملي؟ إيمان هذا أقل شيء فيني أعمله، لو لاك البنت كانت ماتت وراحت فيها. معلش مرتخي، الحمد لله على سلامتها، المهم إنه صحتها بخير وسلامة والباقي بيتعوض. خدي مرتخي، عن جد أنا ما بعرف شلون بدي أتشكرك. حبيبة قلبي سامحينا، نحن كثير غلطنا بحقك. لا يا مرت عمي، الله وكيلك، أنا ماني حاملة بقلبي على حدا فيكم، وكل ليلة بدعي ربي إنه يثبت لكم إني أنا بحبكم وقلبي أبيض اتجاهكم. إيمان حبيبتي، هاي البنت بأمانتك. الله يجبر بخاطرك. يعني ما رح يقدر حدا يدير باله عليا غيرك، وبدي منك نربيها إيد بإيد لتكبر، وقت بدها ترضع جيبيها لعندي. يا ربي خلي لي اياكم ويوفقكم كلياتكم. خلينا اياك يا امو، ولا يحرمنا منك. الله يرضى عليك تقبرني. خلينا اياك يا امو. الله يرضى عليك يا امي، الله يرضى عليكم كلياتكم.